عشر سنوات مرت وأرقام قياسية تحققت في موانئ أبو ظبي التي باتت اليوم على اتصال مباشر مع أكثر من 100 ميناء عالمي و36 خط ملاحي. أما محليا فقد استطاعت إنجاز مشاريع كبيرة أهمها قناة ميناء مصفح الجديدة، افتتاح ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية، افتتاح شركة موانئ أبو ظبي للخدمات الملاحية، افتتاح مركز التدريب البحري في ميناء المصفح، وافتتاح المبنى الدائم لمحطة أبو ظبي للسفن السياحية في ميناء زايد. والأهم أن الموقع الجغرافي الذي اختارته حكومة أبو ظبي لميناء خليفة والمدينة الصناعية لعب دورا محوريا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، مما انعكس إيجابا على اقتصاد البلاد. خلال العشر سنوات اللي مضت، إذا بنتكلم على معدل نمو في الحاويات، نتكلم على 23% معدل النمو في قطاع الحاويات، وهذا يعتبر رقم جدا كبير لأنه نتكلم على عشر سنوات. إذا مسكنا قطاع البضائع العامة والسائبة، معدل النمو خلال العشر سنوات اللي فاتت نتكلم على 22% زيادة كل سنة. الحمد لله، الله وفقنا في جذب خطوط السفن السياحية للمنطقة. بدينا هذا المشروع سنة 2006-2007، اليوم الحمد لله نتكلم على أكثر من 200 ألف سائح. طبعا إذا تكلمنا على مدينة خليفة الصناعية، اليوم الحمد لله عندنا أكثر من 90 مستثمر عالميين ومحليين موجودين في منطقة خليفة الصناعية، وفي استثمارات نتكلم تفوق 55 مليار درهم. ولم تكن هذه المشاريع لتبصر النور لولا العنصر البشري، فمن البداية اهتمت موانئ أبو ظبي بالكوادر خاصة الإماراتية، فوضعت خطة تستهدف من خلالها رفع معدلات التوطين، الموضوع الذي اعتبره كثيرون تحد كبير. كان هدفنا في التوطين وحققناه الحمد لله في سنة 2014 أن نوصل إلى 47% عدد المواطنين. حطينا لنفسنا تحدي أكبر في سنة 2016 أن نوصل إلى 51%، وإن شاء الله أن بنحقق هذا الرقم. ووسط التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة، تسعى موانئ أبو ظبي للبقاء في دائرة المنافسة من خلال تبني خطة استراتيجية خمسية لتطوير عملياتها وإجراءات التعامل في جميع الشركات التابعة لها، بهدف تحفيز انتقال البضائع من وإلى العاصمة الإماراتية عبر موانئها. ما يتطلب عقود لتحقيقه استطاعت موانئ أبو ظبي إنجازه في عشر سنوات فقط، ولكن الأكيد أن الأحلام كبيرة والطريق لا تزال طويلة. من أبو ظبي، مريم صليبة، سكاي نيوز عربية.